هنعمل شويه حواوشي مختلف، في حاجات موفره وفي حاجات لا طبعا عشان خاطر الغلا اللي احنا فيه. فاحنا هنبدا اول حاجه بحواوشي السجق. جديد الحواوشي السجق ده يعني بقي منتشر كتير الفتره دي، فاحنا هنعمله كمان بشكل جديد. ما عندناش لحمه مفرومه شغال، مش هنقف يعني. احنا نقدر نعمل الحواوشي في اي حاجه، يعني مش لازم لحمه. لا احنا دلوقتي ممكن نعمل ميكس جبن، ممكن نعمل بابا غنوج، ممكن نعمل بطاطس. هتعملي لنا كل ده؟ ممكن نعمل مشروم. لا احنا هنعمل كام حاجه بس الحواوشي بيقبل حاجات كتير جدا. يعني مش حاجه واحده بس. فاحنا النهارده هنبتدي بالسجق. ده ربع كيلو سجق انا مقطعاه صغنن. المقادير بالظبط كده هنحطه هنا. ربع المقادير معانا على الشاشه، المكونات. بس انا عامله نص الكميه ونص الكميه الثانيه احنا مسويينها قبل الهوا. طب هو ده نص كيلو؟ لا ده ربع. يعني انا قصدي لو النص كيلو تكفي حنزة. مثلا اربع خمس افراد. يكفي اربع خمس افراد. تمام. او مثلا لو ناس اكيله قوي يكفي هو نفر واحد على فكره. يا دوب هي بالظبط هي نص كيلو نفر واحد. هيبقى معانا ربع كيلو السجق احنا مقطعينه زي ما انتم شايفين. وهيبقى معانا كمان فلفل بالشكل ده. دول حوالي فلفلتين، واحده حراقه سبايسي شويه وفلفل. أيوة. اخضر طبعا الناس كلها بتحب الفلفل السبايسي. هو لازم يبقى سبايسي، يعني حواوشي سبايسي. ما ينفعش غير كده. وهيبقى معانا برضو بصله متقطعه ناعم بالشكل ده. مفرومه فرم ناعم. مفرومه ناعم جدا. ويعني حوالي معلقتين بقدونس. طبعا البقدونس ده لا غنى عنه في الحواوشي، بيدي تيست حلو قوي. وبعد كده هنحط ملح وفلفل. بس انا مش عايزه مش حابه احط توابل تانية، لاني اصلا السجق طبيعته بيبقى حرش شويه، فانا مش عايزه ازود له توابل. طب قد ايه ملح بقى وقد ايه فلفل؟ يعني نص معلقه صغيره مثلا؟ معلقه صغيره ملح مثلا. لان العيش نفسه مش بيبقى مالح، فانا عايزه كمان ادي تيست للعيش. فانا حطيت معلقه صغيره ملح ونص معلقه صغيره فلفل، انا بحب الفلفل اكتر شويه. كلنا بنحب الفلفل بالظبط. وبعد كده بقى بنعجنها شويه بالشكل ده، على اساس ان ايه كل المكونات تختلط مع بعض، يبقى في امتزاج ما بينهم بالظبط. يعني مش كتير، يعني دقيقه كده ولا حاجه. طب انا كده هفرم السجق معايا وانا عادي؟ تمام. لا وكمان ريحه السجق، خصوصا لما بنبقى جايبين سجق بلدي بقى، فبتبقى تيست خطير. بيبقى في حته ثانيه. دي حقيقه. انا جوعت من قبل ما تحط. بس فهي السجق صراحه خطير جدا. بس انا كده بس عجنتها. ويا سلام بقى لو احنا عملناه من بالليل بقى وحطيناه في التلاجة شويه، الخلطه اللي انت عملتيها دي ونحطها تتغلف في ستريتش وتتحط في التلاجة للناس اللي عندها شغل. لا تبقى خطيره. يا دوبك نحطها في العيش ونسوي، فمش هتاخد معانا اي وقت. دي اول حشوه معانا، يعني غالبا مفيش اسهل من كده. لا ده مفيش اسهل من كده خالص. وسريع ولذيذ وبتاكل بسرعه. بالظبط، يعني مفيش اسرع من كده. عشان اللي بيقولوا مش فاضيين مش عارفين نقف. لا احنا نقدر نعمل اي حاجه. هيبقى معانا ده بقى الخلطه الثانيه، ميكس جبن. احنا معانا هنا نص كوبايه جبنه موتزاريلا وربع كوبايه شيدر وربع كوبايه رومي. وعلى فكره ممكن نحط اي نوع جبن. كنت هقول لك بقى لو انا مش عندي بقى ولا موتزاريلا، مش عندي، ممكن بجبنه قريش واحط عليها سنه جبنه رومي مع بضايه مع شويه خضار، بتبقى خطيره. ده في الحواوشي طبعا. الحواوشي مش عايزه اقول لكم ممكن نفتكس فيه اي حاجه. يعني الاكل عامه الحادق نقدر نغير فيه على حسب الحاجات اللي موجوده عندنا في البيت. صحيح. ممكن جبنه بيضه كمان، ممكن جبنه اسطنبولي، ممكن بسطرمة طبعا. وتبقى لا سلام بقى لو حطينا شويه بيبروني بقى. خطيره. لانشون مثلا ولا حاجه. هتبقى خطيره جدا. فاحنا معانا ميكس الجبن بتاعنا ومعانا شويه فلفل الوان بقى حلوين. بس دول مش مفرومين قوي صح؟ لا انا مش عايزه، انا مش عايزاهم مفرومين، انا عايزاهم يبقى طعم الفلفل كده فيه قرشه حلوه. بيبقى مقرمش كده. انا بحبه كده اكتر. وحبه زيتون بقى لو عندي، ممكن استغنى عن اي ايتمز من الحاجات دي وازود اي حاجه انا بحبها. ويا سلام بقى لو شويه سبانخ صغنطتين كده نقطعهم. سبانخ ايه؟ نيه يعني مثلا؟ نيه. نيه؟ نقطعها شرايح صغيره ونقلبها، بتبقى خطيره. يعني خلينا متجددين شويه. انت جوعتيني على فكره. والمفروض بس نقلبهم. بس احنا محتاجين بوله اكبر شويه. ممكن اجيب بوله ونقلب بقى الجبن دي. ونقلبها كويس. حلو ميكس الجبن ده. عارفه اللي متعرف عليه ان الحواوشي معروف لحمه مفرومه، يعني طلعنا لقينا الحواوشي لحمه مفرومه. كمان الولاد، مش كل الولاد بتحب اللحمه المفرومه على فكره، يعني في ولاد مش بتحب اللحمه المفرومه. ودلوقتي اللحمه المفرومه غاليه، فممكن نستبدلها. يعني نستبدلها باي حاجه، حواوشي مثلا. ولو الجبنه الموتزاريلا غاليه يا سلام، حته جبنه قريش وشويه جبنه رومي مع بضايه. بس لو حطينا اي جبنه تاني مش بتسيح مع بضايه هتمسكها وتبقى تمام جدا. بس هكمل بقى حبه الزيتون الحلوين دول. ايوه
ورشه ملح ورشه فلفل اسود، عشان طبعا انا عندي الجبن مالحه فانا مش عايزه زيت. انا حاطه رومي وحاطه زيتون. بس انا حاطه عشان خاطر ايه، العيش نفسه مش بيبقى مالح، فانا عايزه كمان ادي توابل للعيش نفسه. صحيح. فهنحطها كده رشه ملح ورشه فلفل اسود. وهنا برده ما احطش اي توابل بقى ولا الحاجات اللي هي بودره. لا انا بحب اخد طعم الحاجه من غير ما يعني احط لها توابل كتير، في حاجات بتقبل توابل وفي حاجات لا. انا بالنسبه لي لا، ميكس الجبن ملح وفلفل حلو، مش محتاج توابل او سنه شطه مثلا، قرن فلفل سبايسي على حسب بقى كل واحد وذوقه الشخصي. دي تاني حشوه معانا جاهزه. بس كده؟ شفت بيقولوا مفيش اسهل من كده. امال بيقولوا صعب ليه؟ لا مفيش اسهل من كده. تالت حشوه ايه بقى؟ بس اودي دول بس ورا. قولي لي بس تالت حشوه ايه؟ انا جعت بس من الشكل.